زنيد. جولسوم، زنيد أخذوا ابننا. أمي أخذت ابننا يا زنيد. أنا ما عاد أدراني أتحمل رحمه. اهدي اهدي، أنا بعرف أنا بعرف. أنت حكيتي أي شيء بخصنا لحدا بهالبيت؟ لا. بكفي، ما عاد فيه تأجيل بعد هلأ ولا انتصار. رح نطلع من هون. ليكي بدي صورة شخصية إلك، رح طلع باسبور مزيف وهوية ورح نطلع من هون. رح ناخد البيبي تبعنا ونروح من هون، اتفقنا؟ يلا أعطيني الصور. عارفة شو يا صفية؟ والله قلبي احترق وقت قلعتك أمي برا، خفت عليكي وقت طلعتي وما عرفت شو ممكن يصير، وتوقعت تنسيني بعد اللي عملته أمي، وقلت صفية راحت خلاص. بس أنت رجعتي وابني بحضنك، جد فاجأتيني كتير. يا سبحان الله، طلعي. معقول أنا صرت أب يا بنت؟ إيه صرت أب. سبحان الله، ما حسيت غير صرت أب بين يوم وليلة. طلعي شكله ما بيشبهني بالمرة. ما كأنه بيعطي لاحة لأبي الله يرحمه. طالع بتشبه جدك يا ولد. أنت بتشبه جدك حبيبي. ما إذا فاق ما في يسكته بسهولة. طيب ماشي خلص. عابدين، أنت شو عم تعمل هون؟ كنت عم شوف ابني شو صاير. أمك وخالك نامق قاعدين عم يحكوا بقصتك، والله أعلم شو رح يقرروا مشانك. يعني شو بدي أقول بعد اللي صار؟ أنا قلت لأمي كل شي لازم إلا إياه وخلاص، شو لسه بدي أعمل غير هيك؟ ابني، ما بتعرف إنه الشي اللي بتقوله الأمهات ما بيخلص؟ هي قاعدة عم تعبي براس خالك، روح وخليها معك، وقف قدامها وحاول تقنعها لمصلحتك. أنت لازم توقف مع ابنك ومع المرة اللي بتحبها، إلا رح أتزوجها لو شو ما صار. عابدين، كيف بدك تحل هالموضوع وأنت قاعد هون محلك ومو عارف شو عم يصير؟ أمك ناوي ترجع صفية والبيبي اللي معها على الضيعة وتبعدك عنا، وبهالحالة ما عاد فيك تشوف وشها مرة تانية. أنت شو عم تقولي يا خالتي؟ أنا مستحيل أقبل. معناتها روح واجههم، قل لهم أنا بدي أتزوجها. شو أنا بدي علمك كل شيء؟ ماشي خالتي، استني. ما شاء الله عليك يا حبيبتي، ما شاء الله. شكلك هذا بيوحي إنك الوردة البريئة، بس الحقيقة إنه أنتي حية متخبية جوات هالوردة. أنا عملت مثل ما أنتي طلبتي. وعابدين صدقي؟ إيه، هو ما شك أبداً، ضم الولد لصدره وكأنه ابنه عن جد. برافو عليكي، خليكي مثل ما أنتي ومثل ما اتفقنا، رح تضلي هيك على طول. اعتبري إنه طير الحظ وقف على راسك، ورقة رابحة كبيرة، فرصة ما رح يصح لك مثلها بحياتك كلها. فكري فيها، هترجعي على البيت اللي طردوكي منه لأنك حبيتي ابنهم وفكرتي إنك ممكن تكوني كنتن، وهالشي بفضلي أنا طبعاً. ما حدا بيعرف، مو هيك؟ إذا بتعملي كل شي اتفقنا عليه ما حدا رح يعرف شي، ومن هلأ ورايح اللي بقول عليه بيمشي، تمام؟ برافو عليك. أنا اسمي هاندان أداكلي الكبيرة، ما برضى ينقال. أخذت الخادمة تبعها كني لابنها الوحيد. شبكي يا أختي، كيف بدهم يعرفوا الناس إنه صفية خدامة؟ مننظفها ومنرتبها وخلصت القصة. المقامات اللي عم تحكي عنا بتشبه التياب الجديدة، ما بتجي هيك بتلزق فينا مع مرور الوقت. يعني إذا قلت إنه أنت أختي وعطيناكي شي رتبة وهالرتبة ما لبقت لك، رح تلبق لصفية برأيك؟ أنا ما قلت لك لبقى تتصل بهالبنت الطماعة ولبقى تشوفها؟ أنا ما طردتها من البيت مشان ما تشوفها ورجعتها على ضيعتها وانتهينا؟ إيه صح أمي، بس هي كانت حامل وقتها وما كنت بعرف شو بعمل.
يعني بتخلى عنا وعن ابني برأيك؟ تقبليها علي؟ أنا ما رح أقبل، أنا رح أتزوجها وأستر عليها. لك أنت رح تجلطني يا ولد. ابنك عم يحكي الصح يا أختي، لازم تفتخري فيه. يعني مو حلوة بحق عائلتنا بالمرة أنه نتخلى عنا وعن ابنها. شو ما في إيميل كلامي بنظرك أخي نامق؟ بلا فيه، بس ابنك معه حق، ومنشان هيك لازم نزوجهم فورا وبأقرب وقت ممكن. إن شاء الله ألف مبروك يا ابن أختي، ويكون هالموضوع خير عليك. لا تهتم لرأي أمك، بتتعود مع الوقت وبتصير هي وكنتها مثل السمنة على العسل. شايف الوضع يلي حطيتني فيه مشان هيك خدامة؟ لك أنت ما بتخجل من حالك؟ مع الأسف إنك كنت أملي الوحيد بعد ما مات أبوك يا عابدين. شو كنت رح أفرح فيك وارفع راسي باعتبارك رجال هالبيت؟ أنا علقت كل آمالي عليك، وكنت رح أنسى كل التعب يلي تعبته مشانك. درستك بأحسن الجامعات، سفرتك، درت وشفت كل شي ببلاد برا، وما قصرت معك. أنا ضليت استنى رجعتك 8 سنين بطولهم، قلت بكرة بيجي ابني وبلاقي مكاني الحقيقي بهالعيلة وبشوف حالي فيك. بس بتعرف شو اللي صار؟ فرهاد اللي قاعد على العرش وانت ولا اهتميت، رحت وأنا صرت تحت أمره. وشو صار هلأ؟ صغرت أكتر وأكتر بعين يتار ونامق بسببك أنت، وبعد كل شي صار معي حبيت هالخدامة وأزيتني كتير معك، وبالآخر قضيت على حالك بولد ما له ذنب بهالدنيا. واعتبارا من هالساعة إذا ما رجعت عن هالقرار ما عاد بدي شوف وشك، واعتبر إنه ما في لك أم. أمي مشان الله لا تعملي معي هيك ولا تزعلي بهي الطريقة، يعني بترضي إنه الولد يضيع بيناتنا هيك؟ ماشي أنا غلطت، بس الولد شو ذنبه؟ وإنتي على عيني وراسي يا أمي. بس روقي، أنت مسكين عابدين، أنت مسكين مثل أبوك ونسخة عنه. لا تضايق حالك أخي، أنت أخذت القرار الصح. مو حلوة بحق عيلتنا أنه نترك مرة مظلومة وابنها بنص الطريق. ما في حل تاني غير أنه يتزوجها. لازم اسمك وسمعتك يضلوا نضاف. لا تحكي بالموضوع يا تار، أنا لسه ما حاسبتك على اللي عملتيه مبارح بالليل. أنا ما عملت شي غلط، سدد دينه. شوف مين اللي عنده. أنا متصالحة مع نفسي وهمي مختلف. أختي المسكينة هاندان ما بيصير تنقهر بهالعمر، يعني أنا حاولت وقف مع الشاب ومشكلته، بس بصراحة عابدين حرق وضعه ووضع أمه ونزل من قيمته. عموماً التصرفات اللي بيعملها الإنسان بدون تفكير ما بتجيب لعيلته غير المصايب وقلة القيمة. يعني نحن لو كنا عارفانين قبل إنه هذا اللي رح يصير كنا تصرفنا مع صفية. الله يحمي هالعيلة من مصايب أكبر ويحرسها من كل شر. ما بيصير شي إذا كل واحد فيكن انتبه لتصرفاته. بالنهاية نحنا كلنا عاقلين وراشدين وعقلنا براسنا، ولازم نحسب كل شي قبل ما نتصرف، ونهتم منيح بحالنا وبكل فرد من عائلتنا. مو هيك يا تار؟ Thank you.
Ha 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 ha!